خط احنا الفقر برضو بقى على اللي انتوا الدولة. حددتوه كام يا سيادة اللواء؟ طب خليني اقول لحضرتك النقطة المهمة قوي طيب، اللي هي احد اسباب انخفاض مستوى الفقر. احنا بنتكلم على ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة يا استاذة لميس من 60,000 ل 69,000 جنيه في 19 20. هو بصراحة يعني الناس لما بتسمع ال 69,000 جنيه دي، ناس كتير بتقول فين يا جماعة ال 69,000 جنيه دول؟ ده متوسط، أنا عايز أقول لحضرتك ده عشان برضه تكوني في صورة. ده متوسط دخل السنة الأسرة. خلي بال حضرتك إن في أسر الدخل بتاعها أقل من 10,000 جنيه في السنة، في أسر اللي إحنا لسه حضرتك متكلمة عن 4.5 مليون مواطن فقر مدقع. صحيح. احنا بنتكلم عن بعض الاسر ورصد هذا الكلام. احنا بندخل يا استاذ لميس في تجمعات سكانيه على اعلى مستوى، يعني في كومباوند في مدينتي في الرحاب. فانت بتحسب المتوسط على كل ده. في بعض اسر الدخل بتاعها بيزيد عن 2.5 مليون في جنيه في السنه. فانا بتكلم عن دخل، يعني عايز اشوف حضرتك الاختلاف الكبير اللي موجود داخل المجتمع. دخل أسرة 10 ده كده ارتفعت من كام يا سيادة اللواء؟ ارتفعت من 61,000 مش كده؟ من 60 ل 69. ل 69 طيب. يعني انا بشيل الكسور. يعني احنا عايزين نقول لحضرتك النقطة المهمة قوي قوي، يعني ان نسب الفقر في جميع مناطق الجمهورية الحقيقة تراجعت. في جميع مناطق الجمهورية سيادة اللواء؟ مع اختلاف نسبتها، ولكن كانت النسبه الاكبر زي ما حضرتك قلتي في ريف الوجه البحري يليها ريف الوجه الابري. على فكره كل جهود الدوله لو احنا لاحظنا الفتره اللي فاتت دي، كل المبادرات حياه كريمه تكافل وكرامه كانت موجهه لهذه المناطق في الاساس، كلها موجهه لريف الوجه الابري. طيب. وده راحت ليه هناك؟ راحت هناك عشان خاطر احنا لما اعلنا خريطه الفقر بنتائج البحث اللي فات الحقيقه، واحنا منتظر ان احنا نعمل خريطه جديده ان شاء الله خلال شهرين من تاريخ خلال شهرين هيكون هناك خريطه جديده للفقر. خريطه جديده هتبين اثار ومردود طيب جهود الدوله على هذه القرى كان فيها